من ميول إلى مهنة أخذت من شغفه واهتمامه، هكذا جعل إلياس تجارته قبلة لعشاق مجسمات السيارات، فبات من أبرز باعتها بل الوحيد في الجزائر. جولتنا تأخذكم لاكتشاف مجسمات سيارات نادرة، فاخرة وكلاسيكية، منها ما يعود لزمن غابر ومنها حديثة، كلها تجتمع في هذا المتحف الصغير. كان عندي محل تاع ديكوراسيون والأواني والليستروري وكلش، جبت شوية حبات هكذا حطتهم، بما أني نحب السيارات القديمة والمجسمات هادو حطيتهم هكذاك. من بعد مشاو تباعوا، زدت جبت شوية زادوا تباعوا، نزيد نجيب شوية هكذا، بدأت تمشي يعني خفيف خفيف. فقلت علاش ما نديرش محل مختص، هو المحل الوحيد في الجزائر. إذن هاي كيفاش بدأت الحكاية، وأنا نحب سيارات القديمة. سيارات بمقاسات محددة لمجسمات تختلف باختلاف حجم السيارة الحقيقية وما تحمله من تفاصيل داخلية وخارجية، وأزيد من 1000 موديل مجسمات لأشهر العلامات الأصلية الفاخرة والنادرة، إلى جانب أنواع أخرى من المركبات ووسائل النقل منها الحربية، قد يصل سعر الواحدة منها 20 مليون سنتيم. عندنا واحد 1000 موديل هكذا ولا يفوت. كاين سيارات أمريكية، كاين سيارات ألمانية إيطالية، عندك سيارات الأسيوية ناقصين، دراجات نارية، عندنا القاطرات، الآلات الحربية، طائرات، يعني قولي نقربوا لكلش. حاليا أغلى سيارة في المحل دير 20 مليون سيارة لاندروفر ديفندر، هذه سيتون ارسي معناتها راديو كوموندي، هذه تمشي. حتى وإن كانت مجسمات سيارات، إلا أن الطلب يكثر على علامات ذات منشأ معين، حديثة كانت أم عتيقة، فيكون الطلب حسب حنين الزبون لذلك المجسم. سيارة الفرنسية القدم والسيارات الحديثة اللي راهم يدوروا دركا في الجزائر، تقريبا زبائن يشروا السيارات تاع وقتهم، اللي مشاو في وقتهم. كاين اللي يشري سيارة اللي يكسبها اللي يكسبها باباه اللي يجوز فيها البيرمي، سيارة اللي يتمناها، ولو واحد اللي في عمره 60 سنة يشري سيارة تاع الخمسينات تاع الستينات، وواحد مصغر تاع دركا يشري، واش يقولك، يشري جولف، يشري اودي. وهذه هي مجسمات السيارات الأكثر طلباً في الجزائر. R25 رونو 25 يطلبوها بزاف، جماعة الغرب، جماعة مغنية، وكاين لابوجو 505 داير حالياً، عندنا عليها طالب تاع واحد 30 ولا 40 طالب، وحنا عندنا وحدة. ونقول لك بالك سيارة يطلبوها بزاف بزاف هي ما كاش الهربين، كل يوم يحوسوا على الهربين. رفوف هذا المتحف الصغير عانقت أقدم مجسم سيارة في العالم ولا زالت تحتفظ ببعضها. أقدم سيارة اللي دخلت لهنا المحل، يعني نقولهم مجسم تاع السيارة، هي سيارة مرسيدس، يعني هذاك الوقت ما كانتش اسمها مرسيدس، كانت اسمها ديملر بنز، من بعد باش دخل مرسيدس، هذيك تاع 1886. أقدم سيارة متوفرة رونو ريناستيلا تاع سنوات 30. يواجه إلياس رفقة فريق عمله بعض الصعوبات، غير أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت من مهامهم لترويج بضاعتهم بشكل كبير. حالياً رانا في المحل نقولوا رانا فريق تاع 4 عباد، ونشكرهم مجهودهم، يخدموا مليح، خاطر كاين صعوبة تاني باش نقابلوا طلبات. تقريبا نقولك واحد 70% تاع الخدمة تاعنا طلبات عبر الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي يساعدوا بزاف، و يعني عندهم نسبة كبيرة في البيع تاعنا.
قد يعتقد البعض أن هناك تشابهاً بين مجسمات السيارات ذات علامات تجارية فاخرة وتلك التي يتم بيعها في متاجر ألعاب الأطفال وغيرها، غير أن هناك اختلافاً كبيراً. الزبائن تاعنا من جميع فئات المجتمع، يعني تقريباً كل فئات، بالشهر بالصغير الكبير، جميع المناطق تاع الجزائر، كل ولاية كاين بزاف يعيطوا لي يقولوا لي انت اللي تبيع لي جوي. لا ماشي لي جوي، هادو سيارات موجهة للكبار، يعني 14 سنة وطلع، يعني ماشي موجهة للدراري صغار. وتبقى مجسمات السيارات الصغيرة هواية محببة لدى كثيرين ممن يجدون شغفا في جمعها والبحث عن نماذج نادرة.